أكد عدد من الفائزين في مسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي في النسختين السابقتين على أن استمرارية هذه المسابقة ستسهم في الكشف عن المزيد من الابتكارات في هذا المجال لدى الشباب البحريني، خصوصا وأن التسجيل لا زال مفتوحا في النسخة الثالثة من المسابقة التي انطلقت في يناير الماضي تحت شعار لنبتكر للمستقبل. توجيهات مستمرة يشدد عليها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، اللجنة المنظمة العليا لحث الشباب على الإبداع والابتكار. وها هي النسخة الثالثة من المسابقة والتي تنظمها كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ستنطلق في شهر مارس المقبل، والتي تأتي ضمن مبادرات سموه الداعمة للشباب في المجال العلمي، مؤكدة على أن الابتكار غير محصور بزمن ووقت محدد. طبعا هذا النوع من المسابقات واجد مهم ومفيد للشباب، لأنه يشجعهم أنهم يتعلمون أشياء هم ما يتعلمونها في الجامعة، ويساعدهم في أنهم يحصلون مجالات أكبر في العمل، خصوصا في هذا الظرف اللي احنا نواجهه في ظرف كورونا. معظم الاشياء قاعده تتجه اتجاه الكتروني، فهذا الشيء واجد بيساعدهم ان يحصلون وظائف افضل. تشجع الطلبه واللي يشاركون فيه انهم يبتكرون ويبدعون في اماكنهم ما كانوا يعني يفكرون قبل انهم يدخلون فيها، مثلا مجال الذكاء الاصطناعي. مجال الذكاء الاصطناعي الحين في حاجه كبيره له في سوق العمل، فهذا الشيء واجد يشجعهم انهم يدخلون هاي المجال. مسابقة إلكترونية متميزة تستقبل طلبات المشاركين من داخل البحرين وأبناء الخليج العربي عن بعد، لتؤكد حرص سمو الشيخ خالد بن حمد على استمرارية المسابقة بالرغم من الظروف الحالية التي يشهدها العالم بأسره. طبعا أنصح أخواني الطلبة والطالبات أن يشاركون في هاي النوع من المسابقات، لأن في النهاية لو بروح يقدم على أي وظيفة وبس المسيرة الأربع سنوات أو الخمس سنوات في الجامعة ما بتكون كفاية، بحيث أن أي نشاط أو مسابقة راح يشارك فيها راح يبهر المكان اللي متقدم عليه. طبعا من ناحيتي أنا استفدت من ناحيتين، استفدت من ناحية مشروع التخرج وأيضا لما بقدم على وظيفة. من مشروع التخرج أنا تعلمت مجال في الارتفيشال انتليجنس، تعلمت الإيمج ريكوجنيشن اللي هو تمييز الصور، وتعلمت الشات بوت، وهذا طبقته في مشروع التخرج اللي حصلت فيه على أفضل بروجكت في البروجرامينج. هذه المسابقة تسعى إلى البحث عن المزيد من الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي ليكون لها بصمة واضحة في إثراء الحراك التعليمي في هذا المجال، خصوصا وإن المرحلة الحالية كشفت عن أهمية هذه المسابقة والتي تستقبل المشاركات حتى الخامس من فبراير الجاري في الاتجاه إلى إيجاد المزيد من الابتكار الإلكتروني لترتقي بالمجتمع. مسابقة الذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة تتولى العمل على إيجاد المزيد من الشباب المبدع في هذا المجال، خصوصاً وأن التطور التقني المتسارع الذي يشهده العالم يتطلب وجود المزيد من المبتكرين في هذا القطاع ليكون متوافق مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بأسره. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.